قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال، فيها الجهود بذات تقرب الأمال. حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. الدنيا حواليس. وين؟ شوف انت، تشوف زكريا. زكريا انت ايش جالس تسوي هني؟ الجمهور جالسين والعازفين على المسرح. يلا يا زكريا يلا. ارجوكم لا تخوفوني، انا وحدي خايف، لا تخوفوني. يا زكريا يا حبيبي يلا خلنا نمشي. يلا يلا يا زكريا يلا، اليوم يومك يا بطل. استر يا رب، يا رحمن يا رحيم، ربك بيستر. خلا مشينا. الأغنية التراثية لها دور كبير في هذا الحفل الجميل. اليوم راح يكون معانا الفنان المبدع الصاعد، يتمتع بالصوت البلبلي الشجي. رحبوا معنا بالفنان المتألق زكريا. زكريا، هل يكون يطلع هذا مثل اللي عندي في البيت؟ هقول لك، ترى هالحفلة بتتلعوز بتتلعوز. إذا كان هذا الاسم اللي اسمه زكريا موجود، ترى بيجيب الخراب معاه. وكيف يعني؟ ما جايب الخراب هناك عند فاطمة في البيت؟ ما جايب إنه عندك؟ زكريا؟ معقولة حاجة شبهة؟ ولا فاطوم يمكن حاجة شبهها؟ لا 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 لا، أنا متأكد إن هذا زكريا. بس متى وليش وكيف؟ Thank you.
قلت لك انا ها كلامي صح ولا ما صح؟ اسمع اسمع التصفيق اسمع. والله ويطلع منه ابو زيك. مبروكين مبروكين، كلام جميل والحال حلوة. شكرا 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 شكرا. زكريا وينك؟ متى آخر شريط سويته؟ البارحة البارحة نزلت أنا آخر شريط. شكرا 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 شكرا. آه زكريا الحين عاد خلاص نسيت عمك ما تكلمني ولا نسيت أيام الكيس والحمرية والكمين بيت؟ عمي ما شاء الله أنتم موجودين هنا وعماتي بعد ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا زكريا صوتك حلو. شكرا شكرا عمتي. كلنا موجودين نعم، لكن ايش الفن هذا؟ ايش الصوت الجميل هذا؟ انت شو ليش ما خبرتني عن هالموهبه من قبل؟ عجبتك عمي؟ اوه كيف ما عجبتني؟ يا سلام ايش الحنقه؟ والله ذكرتني بالبلد وايام زمان الجميله. بس ابوي ما بيعرف بالسالفه؟ لا لا ابوك الحين في البلد ايش دره؟ بعدين انا مسؤول عنك هنا بمسقط. وهذا يخليني أسألك سؤال، كم هالشغلة تدخل عليك؟ كم يعني كم؟ أيوة مقبول، تناديني جاي. والله وطلع مطرف في العائلة. هو مين؟ زكريا؟ سبحان من غير الأحوال. إنزين بال، ليش ما جاء معانا؟ أحيدك تتكلم معه؟ هذا هو وصل. هلا ولد عمي زكريا، تراك بيض وجهنا. زكريا انت هين صرت؟ هين اختفيت؟ دورنا عليه في كل مكان ما حصلناك. ما شفت عمي ما شفت؟ المعجبين والمعجبات وقع منا ولا منا ولا منا كما قسم نفسي يا عمي. المعجبين؟ انا احسن لي اروح انام لان بصراحة ما في بال اضحك. المعجبين اقول لك زكريا انت ما شاء الله عندك هالموهبه الجميله هذه، انت ما خبرتني عن هالشيء من قبل. انا بقول لك بار لاني كنت عارفه انك ما بتوافق وانا اعرف السبب. انا اقول لك السبب يا عمي، انت مثل ابوي ودائما انتم ماخذين نظره غلط عن الفن والفنانين. فهذه يا ولدي معك حق، نعم معك حق، لكن انتوا غنيتوا اغاني تراثيه وانا اغاني تراثيه تعجبني، خاصه اغاني ايام زمان. عمي انا هذه تعلمتها يوم ابوي كان يطلع فوق النخيل ويقد ويغني ويدندن، انا حفظتها. لكن اقول لك ولدي زكريا ما خبرتني عن المكسب والربح، يعني متى بنت قاسم؟ تقصد الفلوس عمي؟ بالضبط. سبحان الله فجأة جاني نوم عمي. انا بروح انام واطري حنجرتي الذهبية. تصبحوا على خير. انا بعد بروح انام، مع السلامة. هاي لك كل هذا جاني. لا تستعجل بحتمك، سبب نجاح زكريا هو نوعية الجمهور، والجمهور أساسا كان متواجد بالحفلة، وما أعتقد أن في واحد من الجمهور يمكن يروح يطلب مثل هذه الأغاني. لا 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 لا، هذه الأغاني يلها مكانتها، وأنا متأكد وأتحداك بعد إنه إذا زكريا نزل شريط بيضرب ضربته. ما أخفيك أمس جاتني الفكرة وزكريا يغني. يعني موافق؟ لا 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 لا، خليني أوزنها في راسي في الأول وبعدين يصير خير. عمي بس أنا أريد أفهم أنت ليش مصر تأخذني معك؟ أنا بأخذك معي على شان شوف صاحب المزارع عبد الله اللي أمس كنا في حفلة ولده. عمي أنت مليون مرة قلت لي هذا عمي عبد الله عمي عبد الله، لكن أنا ليش تأخذني معك؟ أنا ما فهم. أنا بأخذك معي علشان تشوف شغل عمك الجديد ويمكن تشتغل معي، ولا خلاص تريد فنان وتكبرت علينا؟ أقول صالح خلي كل واحد بشغله علشان ربك يظل ميسرها. وحلى أغاني زكريا صار ينقلوها على الهواتف. نعم أستاذ منير. لا لا عندي مشوار بسيط كذا، أطلع مع عمي وبجي لك إن شاء الله. ايش فلوس؟ لا دقيقة واحدة بكون عندك ان شاء الله. مع السلامة. عمي سالفة فيها فلوس، انت سلم على عمي عبد الله زين؟
مع السلامة عمي. يلا خلك ايش البطرة بس بطر الولد بطر. استاذ منير استاذ منير الله يخليك انت صار لك ساعة تسير وتقعد تسير تقعد تشوف علي اذا ما في فلوس خلاص انا بسير ما باغي فلوس. اتجهز للخبر اللي بتسمعه الحين. استاذ منير انا والله ما فاهم شيء ما فاهم. استاذ منير انا قررت اخليك نجم. استغفر الله انت مو باغي تسوي. شوف استاذ منير ترى انا مخي بدا يودي ويجيب ترى. اسمعني انت كنت نجم السهرة امس ولازم تستغل هذه الموهبة اللي اقنعت الناس فيها. انا قررت انزل لك شريط. استاذ منير انا ما فاهم شيء بعدني ما فهمت. انت نمط جديد يعني انت بتضرب السوق. انا ما حد يضربني ولا اضرب حد في السوق بخبر شرطة تراني. استاذ منير انت ما تفهم ما تفهم انا بنزل لك شريط وبوزعه في السوق. قول كذا من الصبح استاذ منير تو فهمت. مو قلت انا راح اعتمد عليك وسلمك مزارعي ومن هذا الشهر اعتبر راتبك بيمشي بس العمل يكون عندي مضبوط ان شاء الله. ولا يهمك الامور بتمشي مثل ما تحب وزياده. وانا الحين بروح هناك. هذا زكريا الحين ايش يبغى لها شغله الاغاني؟ هو عنده خبره في الزراعه. لا انا لازم اجيبه يشتغل معي هنا وغصب عليه. هذه فرصتك جاتك لحد عندك. انت كنت نجم السهرة امس والحين لازم نستغل هذه الموهبة اللي اقنعت الناس ولازم تنزل شريط بالاسواق. انت نمط جديد وهذا يعني انك بتضرب السوق. بس انت وحدك اللي سكرت الباب علي وحدك. حاول تتصرف بمبلغ يعني بتدفع 15,000 وبتحصل يمكن 30 أو 40 أو أكثر. وهذه الفلوس من وين أجيبها؟ من وين؟ لازم تلاقي أحد يمولك. ما أبغى حد يقول ظني ما أريد. روح عني خليني أنام. أجري كان 200 ريال وأنا قانع فيهم. آلامكم ما أريده. الحين أدور على مشروع كبير وقوي يرجع الفلوس اللي راحت. سليمة هين راحت عني؟ سليمة الوحيدة اللي كانت تدور على مشروع وما أتوقع إنها بتحصل مشروع أحسن من مشروعي. إيش فيك جراك من صباح الله؟ ماشي أقول لك يا زكريا بعد إن الحين نايم؟ أنت تعرف ولد أخوك أسيبه صاحي؟ لاني باخذه معي المزرعه. ما شفت المشاكل اللي جاتها من تحت راسه؟ هذا ما حد هني؟ هين ساير من الصبح ما حد بغرفته؟ ما اعرف ولا اقول لك روح شوفه يمكن تحس رايح التلفزيون ترى ما مصدق عمره. ما اعرف خليه يرجع انا بعرف لك دواء. اعرف بيرجع لك لاني اعرفه ما يعرف يتصرف بروحه. لا توكلنا على الله. الحمد لله ما شافني ولا كان صارت مصيبه. صار لي ساعه انتظر هذه سليمه كل يوم تطلع وما تجلس. ايش هذا الحظ النحس هذا؟
يا فتاح يا كريم. عمتي سليمة؟ يا رزاق يا كريم. ايش هالصدفة الحلوة يا عمتي؟ زكريا صباح الخير. يا الله يا الله، ايش هالمفاجأة الحلوة؟ اكيد اكيد معطينك فلوس كثيرة عشان كذا كنت ناهض من وقت. طبعا عمتي، المجال اللي انا اشتغل فيه فلوسه واجد، وانا بصراحة جالس احضر لمشروع. مشروع؟ ايش هو هالمشروع يا زكريا؟ ما يصير عمتي اكلمش في المشروع ونحن واقفين هنا على الدرج. احنا لازم نتكلم في منطقة هادية، مكان هادي، وبعدين انا بصراحة محتاج شريك. ايوه، ايش هالصدفة الحلوة. خلاص يا زكريا، نصير مع بعض ونجلس مكان وتخبرني بالمشروع، واذا هالمشروع دخل راسي افكر فيه بعدين. والله انت داهية يا عمتي سليمة. وانت يا حلوك يا زكريا. بصراحة انا ما انكر ان هذا المشروع جديد، وشفت الناس كيف فرحانة في الحفلة ومستانسة. انا المهم عندي بالمشروع كم الربح، الربح هو المهم. منير قال لي. منير؟ خلا ابوي مو تحرص، خلا نروح لمنير، ابي افهم منه السالفة واعرف الموضوع والمشروع. يعني عمتي سليمة انت متشجعة للمشروع؟ نعم اني متشجعة، فيها ربح. قل امين. هذا المشروع مضمون، لان الناس الحين تدور على الاشياء التراثية، تحب ترجع لزمان اول. الله يا منير، الله على زمان اول والتراب. يا ميمونة سرى ليلي والله خشبكم سافر فني. انا بصراحة اتابع التلفزيون بس ما اشوف هالاغاني الحلوة. انت يا الحين احنا ما قلنا شيء، التلفزيون ما مقصر، بس شوف السوق وشوف الناس ايش تريد. انت بنفسك شفتي الحفلة؟ ما شفتي التصفيق؟ الله امره، اما التصفيق كان مره مسكت عاد. بصراحه في هذه معاكم حق، انا شفت التصفيق، بس بصراحه انا احب اعرف كل شارده ووارده في الموضوع، وكيف الاجراءات، وكيف بترجعوا لي فلوسي. بصراحه اعطوني وقت عشان اتكتك، وبعد ما اتكتك يصير خير ان شاء الله. حياتي بلاني وابوك فيك، انا ايش سويتك عشان اصير لك كل هذا بسببك؟ عمي الله يخليك، اذا تبغى مني شيء قول لي انت ايش بالي وانا بنفذه علشانك، لكن لا تبهدلني كذا قدام بنت عمي. مع حقبه، ترى زكريا ما يستاهل غيرك الخير. سمعت عمي نادي وش تقول؟ الحين بعرف انت يطغي هي تصير هي تسوي، اهو تكذب علي. عمي بصراحه انا مقبل على مجال جديد، لازم اجتهد واعرف كل شيء عن هذا المجال هذا، وفي الفتره الحاليه جالس اجمع الاغاني والموروثات العمانيه من عند الشياب. والله فكره زينه يا زكريا. انا كل هذا ما يهمني، انا يهمني شيء واحد بس. ايش هو عمي؟ تصير معي باقي المزرعه وتشتغل معي بعد. عمي كيف اكون فنان واروح اشتغل في مزرعه غني فوق النخيل يعني؟ انا اشتغل شغله زين وفيها راتب زين، وبعد بيعطوك راتب زين. انا بس ابغى واحد يساعدني في الشغله هاي لاني ما عندي خبره في النخيل. حل مصلحه يعني. شوف انا بعلمك كل شيء، ايش تسوي في المزرعه وايش ما تسوي، بس كذا اكثر كذا ما اقدر. بس ما رد علي؟ ميك انك عادي وانك ما رد ابو حاجه. اذا الشريط نقول في السوق بثلاث ريالات، واحنا نبيعه بريالي، ونوزع في كل السلطنة 2000 شريط، هذا معناته 20,000 ريال. بصراحة حسبة زينة. وممكن نبيع 3,000 و4,000، وتراهم في البلاد يحبوا هالسوالف. يا سلام عليك يا سليمة،
مشروع ناجح 100%. إذا ما طفيت هذه الأغنية تراني بكسر الجهاز في راسك، سمعت؟ إيش هذا المتخلف؟ تعال تعال شوف من قابلنا من بعدك، تعال شوف. مرحبا مرحبا أخو زكريا، كيف حالك؟ مقبول. أقول لك شيء، صدقني بتفرحني واجد. إيش عندك؟ تراك شوقتني. منير يقول وين باغي يخليني أغني وينزل شريط في السوق. منير؟ أنت متأكد؟ أيوة مالك؟ أيوة، حتى هو تعرف إيش قال؟ أيوة جالس يدور على ممول. أيوة هيك ذاك السالفة صارت زينة. على كل حال أنا متأكد إن الشريط بينجح، ويا ريت أروم ممول بنفسي أنا. أعرف إيش اللي حالي، لأن أنا اللي بدفع المبلغ. ما عليه، انت بس عليك الفلوس، وهذه الفلوس مثل ما انت عارفه راح تتضمن اجر زكريا والعازفين والاستديو والمؤسسه، وصافي الارباح مثل ما انت عارفه راح تكون لك على بركه. بس بصراحه ما بدفع المبلغ كله مره واحده، كل مره ادفع لكم جزء، لان اللي صابني يا اخ منير مو شويه يخليني اخذ حذري من هالسوالف هذه. اتفقنا. خلاص اتفقنا. والحين مطلوب مني اجمع عمال حال الشغل في المزرعه، وعبد الله هاي بعد يبغى يسافر. لا وبعد يسلمني كل الشغل، ايش اسوي؟ يلا ما شاء الله عمي، بعد ما كنت تدور شغل وتلف مسقط لف صاروا ناس يجوا عندك عشان يشتغلوا. معلوم معلوم. ايوه منير، ها وافقت وما انت بنبدا؟ لا لا انا ابدا ملابس وجاينك. مع السلامه. لا 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 لا، هذا الولد بدا عقله يستخف. ما أعرف إيش أقول، تراني متبهدل في هاي العمل وما أعرف إيش أسوي. ما عليه، شوية شوية بتتعود. أهم شيء زكريا ولد أخوك ما يدخل يديه في الموضوع، ولا ترى الشغلة غابت غابت. ترى كل الأعمال اللي اشتغلنا فيها وزكريا، زكريا ما نفع بيسه، بس يمكن في هاي العمل ينجح، الله أعلم. أنا أصلاً ليش معورة راسي بهالسوالف؟ أحسن لي أروح أتصل حسليمة، لأني مشتاقة لها من زمان، ما شايفتنها ولا سامعة صوتها. بس هذا هاي اللي شاطرين فيه انتو الحريم. لا ودانا ودانا أنا مشغولة، راح أتصل فيش بعدين. يلا مع السلامة. ولد عمها وحباها خذاها ولد. معقولة؟ كأني سمعت صوت زكريا.
والله كل شيء جايز. وانا بعد بايا صورة، بس زكريا يتصور يعني انا بعد. ما يصير ما يصير يا سليمة، الفنان هو بس اللي يحط صورته. يا سلام، انا اللي ادفع وتصورونه هو؟ ليش؟ هو دافع شيء؟ صحيح انش حاسده. زكريا عمي خوفتني الله يهديك، معقولة تروح يا عمي؟ ليش ما اسوي؟ ليش ما اسوي؟ انا اعرف الحين تو تخبرني، انت ايش سالفتك؟ ليش الصورة؟ ايش عمي الله يهديك، انا ولد ابوك زكريا، هو ولد ابو زكريا، انت معقولة بتقول على